اليوم كما كتشوفوا جينا قدام مركز تحقن الدم باش نعطيو الدم ديالنا باش نبينوا على الوطنيه ديالنا وحسن النيه ديالنا للشعب المغربي الذي ننتمي اليه والوزارتين ايضا. اليوم كيصادف ايضا اننا قطعنا الامتحانات ديالنا ديال الاسدس الثاني، وكما سبق قطعنا الامتحانات ديال الاسدس الاول ايضا، واخا تانيولا وتعاودوا تغوبورطاو واخا كتبويكوطاو. هادشي كيبين على ان طلبه الطب يد واحده ومتضامنين مع بعضياتهم، وما عمر شي واحد غادي يطلق يد الاخر. غنخرجوا من هذا البويكوت كاملين، وكان من هذا المنبر كان نوجه رساله للوزارتين انهم يحلوا معنا باب الحوار وانهم يجلسوا معنا ويتناقشوا معنا. حنا كنبينوا كل مره على الحسن النيه ديالنا، وكما كتشوفوا اللجنه الوطنيه ومكاتب ديال الطلبه كيديروا الجهد ديالهم، واخا الضغط كله واخا التهديدات واخا كل شيء كيوصلوا الصوت ديالنا. وكنشكروهم على هذه المجهودات ديالهم اللي ماشي اي واحد يقدر يديرها. وكنبغي نوجه رساله للشعب المغربي انه يتضامن معنا، حيت هادشي اللي كنطالبوا به حنايا راه حقنا وحقكم نتوما، ماشي بوحدنا اللي مستافدين من هادشي. وكان اصلا حنا كنتقاتلوا على جوده التكوين ديالنا اللي غدا في الخسران بهذا المعنى اللي غيفهموا كل شيء. ورساله لطلبه الطب، بقاو متحدين، حنا يدينا في يد بعضياتنا، حتى حد ما يقدر يهرسنا. وان شاء الله تحيه وتحيه نضاليه، وان شاء الله كل شيء غادي يكون مزيان. وشكرا. كما كتشوفوا حنايا هنا اليوم امام مركز التحقن بالدم، جينا باش نعطيو الدم ديالنا ولا باش نتبرعوا بالدم ديالنا. يعني هذه الحمله هذه جات للتسطير من تسطير اللجنه الوطنيه لطلبه الطب طب الاسنان والصيدله باش ردوا على الخارجات الاعلاميه اللي الهدف ديالها هو تبين واحد الصوره خايبه على طلبه الطب، يعني اللي كيقولوا فيها انه الطلبه دايرين هذا الاضراب هذا حيت ما باغينش يخدموا البلاد ديالهم. حنا بالعكس، حنا اصلا دايرين هذا الاضراب كامل على وديه جوده التكوين ديالنا باش ان شاء الله نهار نتخرجوا نخدموا البلاد ديالنا. يعني ملي كتجي كتشوف المطالب ديالنا فهي 100% بيداغوجيه، يعني كتجي كتشوف عدد سنوات الدراسه، توسيع اراضي التدريب الاستشفائيه، يعني هي مطالب 100% كتصب باتجاه واحد الا وهو جوده التكوين الطبيب والصيدلي اللي غد. يعني حنا ملي كنطالبوا بهذه المطالب الا وعندنا واحد الهدف الا وهو الخدمه ديال هذه البلاد هذه.